اذا صلحت الكرسي ايش؟ هديك القلب. تعطيني هديه؟ ايوه. طيب اوكي، يا هلا والله بالجميع، معاكم الوزير. انا ولا هم القلب لمين؟ لي انا ولنا الاثنين. فجيم ستور الله يعطيهم العافيه وسوي الكرسي هذا، لانه سمعوا ان عندي اصابه في ظهري، فقالوا اخش عليك يا وجيه، خليك تجلس على الكرسي القديم، لا ينزل لك كرسي من شركه نيترو كونسبت. فالله يعطيهم العافيه، لانه فعلا الكرسي هذا يفترض انه مناسب للناس اللي يجلسوا على المكتب كثير، اللي شغلهم مكتبي كثير. وخمنوا محدثكم في البيت جالس على الكرسي وفي الدوام جالس على الكرسي، فيفترض انه الواحد ياخذ له كرسي مريح لظهره اذا هو بيجلس، يعني بتجلس على الاقل اجلس بشكل صحي. في زي يجلس بهذا مو خليني اوريكم الكرسي القديم، والله تضحكوا. الكرسي هذا الله يعافيكم عمره 5 سنوات. الكرسي هذا اكبر من جود. الكرسي ذا صبر علي صبر الحمير، حتى انه صار يطلع اصوات غريبه، يعني وانا جالس عليه فجاه كذا قاعد يضحكوا. ما ادري تسمع الاصوات ولا لا، بس خلاص فضيحه. تدري يا جوجو انه الكرسي ذا بيصير لك خلاص، تاخذي حقك، ما تبغى الكرسي ذا؟ الا يلا خذي، ها صار لك. اوكي، مكتوب ممنوع استخدام المشرط، فماني عارف اذا المقص يصنف مشرط ولا لا. كيف بفتحه يا جماعه؟ يعني اذا ما في، اذا مو مشرط مقص. حطي راسك مخده. انت فين سمعتي الاغنيه دي ولصقتيها في راسي معاكي؟ ها؟ اوكي، ها؟ حق الايه؟ هذه اوكي، هذه حق الطقطقه. تقصد هذه الاصوات حق الطقطقه. ريلاكسنج يا جماعه. الله عليك بطله. هذه القطعه الاولى اللي هي قاعده الكرسي. اوكي، صار عندنا الان طقطقه. صار عندنا الان، دقيقه يا جوجو دقيقه، قاعده الجلوس، وعندنا هنا القطعه الاخيره اللي هي تكايه الظهر. يفترض اول شيء نركب هذه حقه الكفرات. طيب واو اميزنج. حطي هذه في الخيمه حقك. طيب اوكي، كفرات عاد لعبتي بسيطه، كبس شفتي كيف؟ خلاص الحين صار عندنا ايش؟ صار عندنا قاعدة. يا سلام، هذه ركبة. اوكي كذا كذا. قول هذا؟ حلو الكلام. لا عكس 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 كذا. تادا. واو. طيب هذه خلاص بهذا الشكل، القاعدة مع الكفرات. طيب بعدين يقول لك بي الكرسي، أو الخطوة الثانية اللي هو الكرسي، اللي هي قاعدة الجلوس. هذا يقول لك سوي بها كذا. ما هي كنبة؟ لا لا لا، اصبر اصبر اصبر، هذه مقلوبة بس عشان نركبها. يا سلام، ما رأيك؟ ايزي ايزي يا جماعة، ايزي، لعبتي لعبتي. اوه بسوي معك. حطي راسك على المخ. لصقت الاغنية في راسي يا جود، الله يسامحك، من فين جبتي لي الاغنية ذي؟ هذا اسبوع. كذا 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 حبيبتي، الحياة ايش؟ صبر وتعلم. ايوه، مش كل شيء بالعفاشة. هنا 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 يا بنتي هنا. طيب هي المفروض 4، يعني هذا اضافي احتياط الظاهر اتوقع، او انه بيبين معانا شويه مكان المسمار الاضافي. طيب زي ما انتم شايفين يا جماعه، هذا خلاص القاعده ركبت، وهذه قاعده الكفرات ركبت. باقي لنا الخطوه اللي هي 3، خطوه 3 نركب ذي على هذه. اوكي بس. ايوه استني استني استني، بس مو تجربي الحين، جربي بعد ما يركب. طيب بما انه هذه خلاص كذا كويسه، ايش طال يا معلم؟ السلام، يبقى لنا نركب تكايه الظهر. هذه يا جود والله ما ادري، بس بنشوف، بيبان مكانها في النهايه، بيبان مكانها. ايوه ايوه عرفت فين مكانها، يعني لما كل شيء يركب على الكرسي كل شيء يصير جاهز. هذه نحطها على الرقبه، وهذه نحطها على الظهر. اوكي ايوه، شوفي ايش يقول لك. يقول اها، تفك المسامير هذه. اوكي بعدين، اوكي اوكي خلاص خلاص فهمت. ايوه مزبوط، هذه بعدين، لا هذه بعدين، هذه زي ما شايفين يا جماعه. بسم الله بسم الله، بسيط بسيط.
لا ما هي نطيطة كرسي. هذه الخطوات واضحة جدا بالتفصيل الممل، ما في شيء صعب يعني للأمانة، كل شيء كل شيء من تركيب من تحريك من اكسسوارات كل شيء واضح في الصورة هنا. يلا خلاص ارجع يلي فراقك موت وغيبتك توجع، تكفى تعال الحين ولا تقولي لي بكره، الله الشوق مل صبره متى لقاني حين ما بتقولي لي بكره، الله اشوفك قبالي وانت هناك بعيد. طيب خلينا نفك المزمار. تكفى خلاص يلا خلاص 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 دقيقة خلينا نشوف ال ايوه اي مزبوط مزبوط اي دقيقة دقيقة اوبا انا هسوي اوكي 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 اخذ معك حيرك حيرك مثبت يس ايزي ايزي بيزي ليمون سكويزي يا ستي قلبي ولع نار دنعي. قلت لك مو تغني انت اللي غنيتي وانا غنيت معاكي، اجل عجبتك حطي راسك على المخدي يقول لك ركب ذي جوه بعدها ذي زوته بعدها ذي جوتها. ركبناها خلاص هذه اللي تحت حقه الرجول حقه الكفرات. وقت التسلق بعدين غنيها وقت ايه؟ وقت التسلق وقت التصليح مش التصلح، التصلح هذاك هناك عند التسريحه لما تتصلحي تحطي مكياج على وجهك النايم ذا. ايوه مزبوط مزبوط لا لا كذا كذا ايوه ايوه. طيب وين الورقه؟ جيبي لي الورقه. اوكي جيبي لي الورقه خلينا نشوف ايش باقي. خلاص جيبي لي الورقه نشوف ايش الخطوه ذي، لاني شايف هنا فتحه مزمار بس ما ادري المفروض نستخدمها ولا. جود تعالي هنا. نعم شوفي الثاني من هناك مشدود ولا باقي ولا مو مشدود؟ مشدود مشدود شديناها الاثنين. اوكي طيب يقول لك بعد ما تركب التكات ايوه الحين عرفنا فائدة الاغطية. هي جيبي الاغطية اللي اول، فاكرين ذي الاغطية الاولية شفت فيها ماني فاكر وين مكانها؟ اهو طلع. استني استني في الاخير في الاخير في الاخير في الاخير جيبي المسامير. وهذه هي القطعة الاخيرة او اللمسة الختامية في التركيب، مش اللمسة الختامية في الدلع، اللمسة الختامية حقت الدلع ذيك جوجو بتركبها لانها شغلتني فيها. جوجو جبت المخدات؟ توقعت اني بحتاج مفكات بس فوق انه ذا المفك اوريدي موجود كمان الجهة الثانية موجود. يا سلام كذا ترى ايوه الثاني ما يحتاج. اوكي ترى خلصنا من الكرسي. فيب زي ما شايفين الكرسي جدا مريح للامانة وعملي ما وفي فيتشرز كثيرة اللي هي تقدر تميل الظهر على راحتك، تتفرج فيلم، تروق، تاخذ القيلولة، ما فيك حيل تروح للسرير، تصير للناس الكسالى زي ما في حيل يروح للسرير ينام على الكرسي عادي. هذه جزئية، والجزئية الثانية اللي هي هذه تكات تقدر ترفعها إذا أنت يعني مثلا بطريقة ما ودك تجلس كذا تجلس كذا أو تنزلها. بسم الله انتبه بشويش. والله يا جماعة بدون مبالغة الكرسي مرة مريح. أنا ليش مستشعر الراحة بزيادة؟ لأني الكرسي ذاك دمرته، الكرسي القديم أهلكته. أنا متأكد يعني لو أنه يتكلم كان يقول تكفى أعتقني في سبيل الله. فيب والله يا جماعة كرسي مرة مريح وعملي، وزي ما قلت لكم الفيتشرز اللي فيه جدا مفيدة وعملية بالذات للناس اللي إيش يحبوا الاسترخاء. فل وناسة وناسة. طبعا عندهم منتجات مرة كثيرة غير ذا أو ألوان غير هذا، في لون أحمر وفي أزرق وفي ألوان ثانية إضافية، بس للأمانة جيم ستور قالوا لي اختار أمر إيش اللون اللي تبغاه، فقلت لهم أبغى الأسود لأني صراحة ما أحب كثرة الألوان، يعني كرسي أحمر حقين الجيمنج ممكن يعجبهم، أنا صراحة ما مناسبني. فجاي مع لون السيت أب أسود أسود، لون الغرفة تقريبا رصاصي على اسود، فيب تمشي الامور. فشكرا جيم ستور صراحة، الله يعطيكم العافية، هدية جدا رائعة كجمالكم وكروعتكم، بترك لكم رابطهم يا جماعة في الوصف، تحبوا تشوفوا متجرهم يبيعوا كل شيء، كل شيء له علاقة في الالعاب والسيت اب تلاقوه عندهم، من العاب فيديو، من اجهزة بلاي ستيشن، اكس بوكس، بي سيات، اضاءات، اكسسوارات، حتى تيشيرتات، عندهم كل شيء صراحة، كل شيء عندهم موجود في جيم ستور، الله يعطيهم العافية. فيب كان معكم الوجيه، اشوفكم في الفيديو القادم.